بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بسم الله راح نتكلم عن الكاميرا كنترولز، أساليب التحكم في الكاميرا. والحقيقة إنك يعني هو بيحاول يستخدم الويزارد بتاع الشورت كات من الكيبوردز، لكن انا هحاول نشرح البوكس اللي موجود من تحت يا جماعه اللي هو جنب الهاو تو، اسمه كاميرا كنترولز. هنحاول نتكلم عنه. اولا لما بنحب نفتحه مثلا بتلاقي ان انت عندك مجموعه من الاسهم، لو انت مثلا ضغطت يمين هيحاول يجيب لك الكاميرا من يعني هيمشي معاك الكاميرا، فبالتالي الفيو بورت وانت ماشي بتلاقي انك بعيد شويه عن الافاتار تبعك لو انت عايز تشوف المشهد من زاويه معينه، او عايز تنزل تحت، او مثلا عايز تطلع فوق عشان تشوف المشهد بشكل علوي، او عايز مثلا تتحرك يمين او عايز تنزل تحت. ممكن تستخدم الاساليب بتاعه الزومنج، او لو انت كنت عايز تطلع لورا شويه ترجع لورا، او لو عايز تعمل زومنج لقدام شويه عشان ترجع ليه الافاتار تبعك، او لو عايز تجيب المشهد كانه هو كيرف ملفوف، او لو عايز تلفه من الناحيه الثانيه. دولت اول الحاجات دي يعني السنسيتيف، انت لازم تجربها بايدك علشان تحاول تستكشف هي بتعمل ايه. ده بالنسبه للاوربت، الاداه اللي في النص ديت. انا لو رحت للنقطه الاولانيه، النقطه الاولانيه دي خاصه بالبريزنت فيو اللي هو الافاتار بتاعي، انا عايزه من رير. يعني طب انا عايز الكاميرا تكون من قدام، يعني انا همشي كده همشي لقدام، يعني انت عارف مش منطقي. او عايز الكاميرا تبقى بالسايد بالجنب فانا همشي كده، او عايزها تبقى رير الكاميرا تبقى ورا مني، او البرسبكتيف يبقى ورا مني فانا ابقى كاشف المشهد بتاعي. ده بالنسبه للنقطه الخاصه بالبريزنت فيو اللي هو الشخص اللي بيعمل كنترول في الافاتار يشوف الافاتار ازاي. النقطة الأخيرة كانت خاصة بالكاميرا مودز، وإيه ديت؟ أوبجكت جميل جدا. أولا الأوبجكت فيو لو أنا ضغطت عليه مثلا وحاولت، انا بستخدم الماوس بتاعي فانا بحاول اشوف المشهد يعني انا فين بالظبط، بحاول اكشف مساحات، ممكن اضغط لجوه شويه عشان اشوف المشهد ان ديبث، وممكن الف الماوس شويه بحاول استكشف الجانب العجيبه دي. ده بالنسبه للاوبجكت فيو. طبعا انا على ضغطت على اسكيب هيحاول يرجعني للوضع الافتراضي. النقطه الثانيه انا ممكن اضغط على الماوس كليك فيو، في الماوس هيخلي الفيو بورت بتاعي على حركه الماوس. انا كل ما بمشي انا بحرك الماوس بتاعي بلاقي اني عين الافاتار هي بتكون الماوس تبعي، وهي ببتدي انا اتعامل عادي وامشي، وكل ما وامشي بشكل طبيعي يعني بلاقي ان الامور عاديه جدا. ده بخصوص الكنترولز، الكاميرا كنترولز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.